هنعرف اكتر عن مدينه راس الحكمه الجديده من دكتور سعيد حسنين استاذ التخطيط العمراني. دكتور سعيد صباح الخير. صباح الخير يا فندم. احنا بنتكلم عن مشروع هو الاضخم على الاطلاق، بنتكلم عن مدينه كامله، مدينه راس الحكمه الجديده مساحتها اكتر من 40,000 فدان. ممكن تكلمنا اكتر عن شكل المدينه دي المتوقع وايه خدماتها هتكون فيها؟ المدينه دي كانت من ضمن مخطط كان تم عمله من فتره سابقه للدوله المصريه عشان تطوير الساحل الشمالي بشكل كبير. انت عارفه حضرتك ان احنا عندنا تقريبا وفرات في القرى السياحيه والوحدات السياحيه المختلفه اللي موجوده، لكن للاسف ما كانش ليها ظهير معين يقدر يستفاد بيها في هذا الامر، يعني لدرجه ان احنا كنا ممكن نقدر نستوعب اكثر من 10 مليون رحله سياحيه موجوده، لكن طبعا مع عدم وجود ظهير عمراني لهذه القرى السياحيه وانشطه معينه تخدم هذه الانشطه، فكان في قصور في موضوع استغلال هذه الوفرات الجيده يعني. فبالتالي كان تم عمل مدينه راس الحكمه بحيث انها تقدر تستوعب عدد من السكان حوالي 300,000 نسمه، وتقدر تدير اماكن بحيث انها ممكن تقدر تستوعب سنويا لاكثر من 3 مليون نسمه، فبالتالي مجموعه الخدمات اللي موجوده غير السكن اللي هو هيكون متنوع وهيكون متناسب مع الفئات المختلفه ومتطلبات بعض العناصر حتى من خارج مصر، فبالتالي اصبح الانشطه اللي موجوده دي هي انشطه مسانده ومدعمه للسياحه بشكل كبير عشان تقدر تتحمل وتقدر انها تخدم ال 3 مليون سائح اللي هيكونوا موجودين للمدينه، وكمان ممكن يقدر يخدم النطاق الاوسع اللي هو ممكن يوصل لحوالي 10 مليون شخص ييجوا للسياحه في داخل مصر. فهتكون في موجود الانشطه التجاريه، هتكون في موجود الانشطه السياحيه الترفيهيه المختلفه والمعتمده على وجود اجمل شواطئ العالم في هذه المنطقه والاستفاده منها بشكل كبير. هذا لا يمنع من ان ممكن يكون فيها مسطحات عامه ويقدر ان هو يخدم المجتمع ويخدم السكان اللي موجودين في داخل هذه المنطقه، عشان كده الفرص الاستثماريه لهذه المدينه هي تعتبر واعدة جدا، ومش بس فقط هي ده، هي دي هتكون نقطة بداية لتنفيذ كافة المخطط اللي موجود لتنمية الساحل بشكل كبير، واللي بيصل في الساحل الشمال الغربي لحوالي تقريبا 600 كيلو، وفي العديد من المدن موجودة، فده نقطة البداية. ونتوقع فعلا ان احنا نتيجة للوفرات واستعمالات الاراضي اللي تم عملها والخطط اللي تبقى فيها ظهير مختلف لكل العناصر، زي مثلا بنتكلم على ظهير اقتصاد اخضر هيبقى موجود في مدينه العالمين بالاضافه للسياحه التراثيه والسياحيه. بنتكلم على حاجه بتعتمد على الطاقه الخاصه بالطبعه والتفاصيل، فطبعا كل العناصر والاستخدامات اللي موجوده في المنطقه هيتم استغلالها بشكل كبير. طيب هو في نقطه كمان يا دكتور سعيد اذا سمحت لنا اشار اليها، دوله رئيس الوزراء يوم امس عندما تحدث عن فكر المدن الساحليه ان هو يكون بديل عن الكومباوندز اللي اصبحت منتشره او كانت منتشره في الفترات السابقه اللي هي المجمعات المحاطه باسوار. فكر المدن الساحليه ده مش اول مدينه يتم الاعلان عنها، شفنا مع حضرتك مدينه العالمين الجديده وان هي بتخدم كل الطبقات ومفتوحه للجميع يقدر يروحها ويزورها في اي وقت على مدار السنه. التغيير ده في التخطيط لو حضرتك توضحه لنا، وازاي بنتكلم عن كل ما الفترة السابقة فيما يتعلق بالبنى التحتية وحضرتك أستاذ تخطيط عمراني كانت بتتم كي تخدم على هذه المشاريع عند الإعلان عنها. أولا احنا عندنا في أي مقوم موجود عندنا لابد أن يكون في بنية أساسية لي، خصوصا لو كانت حاجة مهمة جدا زي موضوع السياحة وتوجهات الدولة لعمل تطوير للسياحة بحيث أنها تقدر تستوعب عدد أكبر. يمكن كان هم قالوا من فترة ان هو ممكن يوصل لاكثر من 27 مليون رحله سياحيه موجوده تبقى في داخل مصر، والنهارده هم ممكن يتحدثوا عن اكبر من ذلك نظرا للخطط اللي تم وضعها وتوفير مجموعه من البنى التحتيه والبنى الاساسيه للاقتصاد السياحي في هذه المنطقه. ده غير كمان زي ما قلنا ان احنا النهارده بنحاول نعمل خطه تنمويه ليست فقط عمرانيه، لكن يمكن العمران بيقوم بخدمتها، زي مثلا خطه تطويريه لتطوير السياحه والانشطه اللي بتبقى موجوده فيها، فمش هتعتمد فقط على ان احنا السياحه الشاطئيه وما شابه، لكن برضه هيكون في وفرات اخرى نقدر نستغل فيها السياحه الصحراويه ونقدر نستغل فيها الرحلات
في الصحراء، وده بيجذب العديد من المواطنين بالإضافة إلى وجود العديد من المناطق تصلح للاستشفاء وتصلح لممارسة الأنشطة الأخرى غير طبعا يعني بنقول ان هو في مثلا بعض حاجات معانا لسياحه المؤتمرات وسياحه حاجات بتاعه ونقدر نستقطب فيه العديد من الدول زي ما بنستقطب في شرق الدوله المصريه في شرم الشيخ. احنا برضو نقدر نخلي هذه المناطق هي برضو استقطاب لاوروبا لهذه المناطق دي سياحه المؤتمرات والاجتماعات المختلفه وعمل يعني الفعاليات المختلفه سواء رياضيه او سياسيه او اقتصاديه او كل انواع الوفرات اللي هي تقدر تخدم سياحه المؤتمرات. نعم. طيب يعني بنشكر حضرتك على كل هذه التفاصيل الدكتور سعيد حسنين استاذ التخطيط العمراني من جديد، يعني كل الشكر لحضرتك وان شاء الله يعني فتحه خير كبيره على مصر وعلى الاقتصاد المصري وعلى مدينه راس الحكمه واهالي هذه المنطقه بشكل كبير في الفتره القادمه.